بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الآن عايزين نعرف هل من الممكن إن احنا نتعرف على الفيتشرز اللي موجودة بطريقة مانولي نستيد إن احنا تعرفنا عليها المرة في المقطع السابق عن طريق الأوتوماتيك فيتشر ريكوجنيشن؟ نعم نستطيع، فبنحدد ما هي الفيتشرز اللي موجودة عشان نعرف نتعامل معها. فهنجد ان عندنا في الهولز، ادي 3 هولز، وبعدين عندنا البوكت، وبعدين عندنا السلوتس، وعندنا الكيرف اللي هو موجود في الخارج اللي هو طلع من الجزء الخارجي ده. طيب تعال الاول نبدأ في الهولز، فنروح على فيتشرز، ومن فيتشرز فروم دايمنشن نختار هولز، وبعدين نختار اكستراكت وذ فيتشر ريكوجنيشن، والتالي هنجد ان احنا عندنا ايه الهولز اللي موجودة يتعرف عليهم كلهم. فاحنا عايزين 3 هولز لان هذا البارت مع البوكت، فهختار، هو بيقول لي ايه select all or unselect، لان هختار الهولز اللي انا عايزها فقط لا غير. بالليفت ماوس بختار ال 3 هولز وهقول له ايه finish، يبقى كده انا اتعرفت على الهولز. تعال نشوف التول path ونشوف هل هو يتعرف عليهم ولا لا. فتغطى على التول باث، وجدت ان هو اعمل ايه السيموليشن. اوكي، بعد ما عملت سيموليشن وجدت ان هو فعلا قدر ان هو يعمل الثري هولز. طيب احنا بس عندنا هنا في وارنينج، تعال نشوف الوارنينج اللي هو موجود. فلو جينا للوارنينج بيتكلم على ان التول دايمتر، خلاص تعال نشوف نشوف السبوت دريل ونشوف التول. هغير ايه التول، ربما يكون اهو خلاص غيرنا التول اصبح كده مفيش وارنينج. تعال نعمل التول باث مرة اخرى ونشوف السيميوليشن 3D سيميوليشن. اوكي اهو بدأ يعمل عملية ايه السيميوليشن. اذا اصبحنا هنا عندنا الثري هولز فقط لا غير، هم من الفيتشرز اللي تعرفنا عليه. هل من الممكن ان احنا نتعرف على شيء اخر؟ تعال نشوف. لو دخلنا على البوكتس عايزين نتعرف عليه، فهنشوف البوكت نقدر نتعرف عليه. نقول له البوكت اهو موجود معانا اللي هو from curve واكستراكت وذ فيتشر ريكوجنيشن. التالي هنقول له ايه اوتوماتيك ريكوجنيشن. التالي هيتعرف على الايه، يبقى اذا هو كده عارف الايه ده هو كله معمول كقطعه واحده. فاحنا قلنا الاوتوماتيك فيتشر ريكوجنيشن تعرف عليه، هقول له سيلكت اول، يبقى هو كده قدر يتعرف على هذا البارتس. فينيش، يبقى اصبح عندي 3 هولز والبوكت متعرف عليهم. خلينا برضو نشوف التول باث هيمشي ازاي. 3D simulation التول باث. اوكي، من الممكن طبعا احنا زي ما احنا معرفنا في زي ما تعرفنا في السيميليشن، انا كنت ممكن اجيب الستيب بس بتاعت ايه البوكت فقط لا غير، اللي هي ايه اعرف هو هيعملها ازاي. انما حبيت اوريك ان هم دول الفيتشرز اللي هي موجوده اللي اتعرف عليه. بكده نكون وصلنا لهذا المقطع، ان شاء الله نتعرف على باقي الفيتشرز في المقاطع القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.